في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط 19 في المجموعة آخر أشواط البكار من مسافة 1500 متر. هذا الشوط العاشر لفئة البكار اللي في أول المراكز، هذه الشاهينية لسيد حمد بن علي الشراف في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد حمد المري، وفي ثالث المراكز عادي هقاوي للسيد علي بن محسن بن ديلة المري، وفي الرابع المراكز اللي وصلها هذه أياهيد للسيد عبد الرحمن بن محمد آل سرير المري مع أياهيد في رابع المراكز، وخامس المراكز اللي وصلها هذه رموز للسيد صالح بن علي المثيبة المري مع رموز في هذه اللحظات في خامس المراكز. اللي تسللت في هذه اللحظات انتزعت المركز الاول غياهيد لسيد عبد الرحمن بن محمد ال صرير المري في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينيه لسيد محمد بن راشد بن قربان المري، وفي ثالث المراكز هذه هقاوي للسيد علي بن محسن ابن ديل المري، في ثالث المراكز رابع المراكز اللي واصله هذه رموز للسيد صالح بن علي المسيب، وفي خامس المراكز الجزيرة للسيد سيد بن محمد بن دايل النعيمي الروح معاه اللي راحت بالمركز الأول، راح بن صرير حتى هذه اللحظات هذه اللي في أول هذه اللي في اول مراكز الشاهينيه للسيد محمد بن صالح العتيبي في اول المراكز، عفوا العتيبي هذه نوادر ويدعو ملكيه نوادر للسيد محمد بن صالح العتيبي في اول المراكز، وسيطرت النوادر وانتزعت المركز الاول، نقول تهانينا والناموس على فوز نوادر بالمركز الاول. اما اللي في ثاني المراكز اللي وصلت هذه هقاوي للسيد علي بن محسن بن ديلة المري، وفي ثالث المراكز الشاهينية للسيد حمد بن سعيد السومالي المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و15 ثانية وثلاثة وست وستين جزء من الثانية. أفضل توقيت ما زال مع الشاهينية للسيد عبد العزيز بن صالح أبو شريدة المري في الشوط الأول الرئيسي. هذه